جزاكم الله خيرا وأحسن إليكم. جمع بين أمرين عظيمين في سؤال واحد شيخ صالح، هما الشرك والسحر، ويسأل عن حكم كل. جزاكم الله خيرا. الشرك نهى الله سبحانه وتعالى عنه في كثير من الآيات، وأخبر سبحانه أنه لا يغفر للمشرك، إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء. فالشرك خطره عظيم، أولا أنه يفسد العقيدة، يصبح الإنسان ليس له عقيدة، ويكون مع المشركين ومع الكافرين، وثانيا أن الله لا يغفره، مع أن الله سبحانه وتعالى واسع المغفرة، ولكن المشرك لا يدخل في رحمة الله، وذلك مما يدل على خطورة الشرك بالله عز وجل. وكل الرسل جاءوا بالأمر بالتوحيد والنهي عن الشرك، ولقد بعثنا في كل أمة رسولا أن اعبدوا الله واجتنبوا الطاغوت، وقال سبحانه وتعالى: واعبدوا الله ولا تشركوا به شيئا. الشرك خطره عظيم، لأنه لا يجتمع مع التوحيد، إذا كان شركا أكبر إنه لا يجتمع مع التوحيد بل يبطل التوحيد. وأما الشرك الأصغر فإنه ينقص التوحيد نقصا ظاهرا، وقد يجر إلى الشرك الأكبر. على كل حال، الشرك بجميع أنواعه خطره عظيم وشره مستطير، ولهذا توعد الله عليه بأشد الوعيد: إن الله لا يغفر أن يشرك به، ويغفر ما دون ذلك لمن يشاء، إنه من يشرك بالله فقد حرم الله عليه الجنة ومأواه النار، وما للظالمين من أنصار. نعم. جزاكم الله خيرا. نعم نعم. وأما السحر فهو أيضا عديم الشرك، ولهذا النبي صلى الله عليه وسلم عده مع الشرك في جملة السبع الموبقات. والسحر خطره عظيم، لأنه من تعليم الشيطان، ولأن الساحر يخضع للشيطان بما يريد منه من الكفر والشرك بالله عز وجل، ولأن الساحر يضر بني آدم ويضر المسلمين ويفسد المجتمع المسلمين ويفسد المجتمعات، فخطره عظيم على العقيدة وخطره على الناس. ولهذا كان حكم الساحر أنه يقتل ولا يستتاب إذا ثبت أنه ساحر بإقراره أو بشهادة الشهود عليه، فإنه يقتل ولا يستتاب. قال صلى الله عليه وسلم: حد الساحر ضربه بالسيف. وقتل الصحابة رضي الله عنهم السحرة، فكتب عمر إلى عماله أن يقتلوا كل ساحر وساحرة. قال الراوي: فقتلنا 3 سواحل. وقتلت حفصة أم المؤمنين رضي الله عنها جارية لها سحرتها، وجندب بن كعب رضي الله تعالى عنه قتل الساحر بحضرة الخليفة، مما يدل على أن الساحر يبادر بقتله إراحة